تفضل عزيز، ممكن أسألك في السؤال تفضل عزيزي؟ تفضل شيخ. الله يخليك، الله يحفظك. فيما يخص المتظاهرين اليوم، التظاهر حق سلمي، كفيل الدكتور، نعم، الدستور معذرتين بصورة مباشرة. نعم، حقيقة بس أنا أسأل في السؤال، ذول اللي متظاهرين هم أصواتهم مسروقة لو معترضين على نتائج الانتخابات، لو يردون في التغيير في شيء، او يردون يعني اعاده النظام العد والفرز الى نظام البايومتري الى النظام اليدوي؟ لا مو البايومتري واليدوي، استاذنا العزيز او شيخنا، ما ادري الاستاذ او الشيخ تكلم، شيخ جناب الشيخ، يعني كل هاي اللي تحدثت بها ما تغير اصل الموضوع. يعني كون مواطن يعتقد انه حصل خرق بالعمليه الانتخابيه وسرقه اصوات يطلع يتظاهر، مواطن يدعو الى تصحيح العمليه الانتخابيه عنده شكوك، كل هذا يعني هو مواطن بالنتيجه يستحق ان يعني يعرف الحقيقه، ويستحق ان يكون له دور واقعي في صناعه المستقبل، ويستحق ان الدوله تتعامل. سؤال الشيخ بالطبع سؤال شويه بعلامات استفهام كثيره، يعني ربما كان يقصد اشياء كثيره. شنو تقصد بها الشيخ؟ والله دكتور يعني انا يعني لا تحكيني، يعني لا انت حكي، انت يعني ما نقدر لستيفاء، انت يعني ما نقدر لك حقيقي، احنا نقول ثلاثه. الله يخليه ست، انت لا تحكيني قوه، انا ما عندي اشكاليه حقيقه، بس سالت في السؤال، بس انت ما نقدر لك، يعني انا قلت لك سابقا، قلت لك ثلاثه ما يرساهن التاريخ، هذا راشد الحمزه وهدف يونس محمود 2007 وهيفاء الحسيني، بس انت لا تحكيني، لا تحكيني تخليني اقول ذلك الموضوع. انا سالت الدكتور سؤال وجهه، قلت له دكتورنا العزيز فيما يخص المتظاهرين اللي الموجودين حاليا، ابنائنا وعلى روسنا وحياهم الله ومشكورين، والتظاهر كفل الدستور وكفلته كل العمليه الديمقراطيه. شنو الاعتراض مالك؟ انا اسال اقول شنو مالك؟ لا ما معترض، انا اقول ليش تسال هذا السؤال؟ ست هم معترضين، هم معترضين على شنو؟ اريد اعرف. يردون بس يردون العد اليدوي بس، هذا بس من البيومتري الى العد اليدوي بس، هذا اسال يعني الدكتور. بس تريدون العد اليدوي المتظاهرين؟ بالطبع معلن، هذا الهدف هذا معلن وواضح لجميع الناس. هو كان يقصد الشيخ خلف الكواليس يعني، او ربما يقصد انه هذه جهات سياسيه دافعه بالمتظاهرين حتى تطلب هذه الطلبات؟ لا انا رجاء ستنا العزيزه، انا رجائي من الشيخ ومن جميع الاخوان لا يروحون بهذه بالاتجاه المؤامره، يعني احنا متعرضين للمؤامره، يتصورون احنا جاي نسوي مؤامره، ما في شيء. يعني هذه الطريقه لا الله يخليك، يعني هاي من تروحون للديوان شيخنا يجي بالفصل هاي تحجوها، مو هنا تحجوها علينا بالتلفزيون، رحم الله والديك. لا دكتور بالعكس، اليوم لا دكتور، اليوم الكل مسؤول عن 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 البلد، شيخ العشيره المطراية وانت حضرتك السياسي. لا صحيح الله، يعني هسه انت متجه على الديوان دكتور العزيز، جناب الشيخ بتزور لك اي ديوان من دواوين العراق العامره، ما نسمع من عندك نقول لك انت سياسي، لو نسمع من عندك انت من ديوان جناب الشيخ، جناب وعزيز الشيخ عزيز علينا، الله يحفظك. تفضل جناب الشيخ، انت تعرف معلنه مطالب المتظاهرين وماكو مطالب مخفيه وماكو اشياء مضمره، الناس طلعت الطالب عن حقوقها وراح تبقى الطالب عن حقوقها الى حين نيل هذه الحقوق. وفي غير هاي الصوره ما اتصور راح يرجعون لبيوتهم. انا اللي شفته منهم يعني من رحت وياهم وطلعت وياهم وشفناهم، يعني ناس حقيقه مصممين اكثر من المرشح اللي راح تصوت حتى ياخذون حقهم بالطرق.